هو طبعا كان واضح جدا من اول ما المجلس فاز بالرئاسه والعضويه، واضح جدا ان هم مش مقتنعين بكارترون، بالاضافه ان النتائج برضو ما ساعدتش كارترون على ان هم يبصوا لي بصه يعني تعاطف شويه، لكن لا، اداؤه في الرابطه كان سيء، بدايه الدوري كان سيء، وانتهت بمباريات افريقيا كان نتائجه مش اللي هي، فلا بد من وقفه. مجلس اداره الزمالك شايفه هو فييرا هو ده الاقدر في قياده الزمالك، ما نقدرش نقول حاجه، هم شايفين مصلحه ناديهم ومصلحه جماهيرهم. بنتمنى للجهاز الفني التوفيق، وبنتمنى لعيبه نادي الزمالك، ليه قاعده كبيره، ليه جماهير كبيره، فاعتقد ان هم لابد من يدوس على نفسه شويه عشان اسعاد جماهيرهم، ونلاقي بقى المنافسه الحقيقيه بقى، بيراميدز بيكسب وهنا، والاهلي بيكسب والزمالك بيكسب، ونلاقي لاخر اسبوع ما احناش عارفين مين اللي هياخد الدوري. هي دي ماتشات كره القدم، يعني مباراه زي اي مباراه في الدوري. النادي الاهلي يمتلك مجموعه من اللعيبه اللي تقدر في اي وقت تصنع الفارق، في فوارق كبيره جدا لازم نعترف بيها بين بيراميدز والنادي الاهلي، دي موجوده على الارض الواقع. النادي الاهلي ان شاء الله يتوج بالدوري العام، وده اللي عودنا عليه، مش تقليلا من الفرق التانية، لانما النادي الاهلي عنده الامكانيات والموارد والبشريه والماديه، وهو الاكثر استقرارا. فاتمنى ان شاء الله ان هي تبقى مباراه مميزه، وخصوصا ان الفريقين بيضموا مجموعه من اللعيبه الكبار سواء بيراميدز او النادي الاهلي. بيراميدز عنده عبد الله السعيد واحمد فتحي ورمضان، ومش عايز انسى حد طبعا. عايزين نشوف مباراه كويسه، و يعني كل ما الدوري يبقى قوي كل ما هيبقى في انتاجيه للمنتخب القوي ان شاء الله الفتره اللي جايه. فييرا مدرب كبير، عمل انجازات مع نادي الزمالك قبل ما يمشي، اعتقد ان هو اختيار موفق من مجلس اداره نادي الزمالك، وزي ما قلت لك كل ما المنافسه تبقى قويه هتلاقي منتخبنا يعني احسن واقوى، وده كله ينصب لصالح الكره المصريه. بالتوفيق لنادي الزمالك وجماهيره واعضائه ولاعبته. نادي الزمالك كيان كبير جدا، اتمنى له ان شاء الله التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله. فييرا طبعا مدرب كويس ونجح مع الزمالك، خد دوري وخد كاس 2014، كميته حلوه مع نادي الزمالك، وعارف لعيبه الزمالك هو دربهم قبل كده او معظمهم. اختيار صحيح وفي محله وفي توقيته من مستشار مرتضى منصور وامير واحمد، ان هم حسوا ان نادي الزمالك بينهار، وابتدوا ان هم يعيدوا حساباتهم من جديد، ويقدروا ان هم يرجعوا نادي الزمالك تاني مع مدرب كل الناس مقتنعه بيه حتى الاهلاويه. وانا شايف ان هو هيعمل طفره مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه، بس لو اللعيبه جددت. مباراه صعبه طبعا، الفريقين ماشيين بشكل كويس الموسم ده. كابتن ايهاب في بيراميدز ايهاب جلال عامل موسم كويس، عنده مجموعه لعيبه جيده جدا. الاهلي برضه ماشي بشكل كويس، اعتقد المباراه تكون صعبه جدا، اللي هيكسبها ان شاء الله تديه دفعه قويه انه يقدر يكمل منافسه على الدوري، لكن في النهايه 3 نقط ولسه الدوري طويل يعني.